لكن كما كانت كما لو انه لعنه الفراعنه اصابتهم، لانه من بعديها يخرجوا من الدور الاول. في البطوله اللي فاتت في الكاميرون خرجوا من بدري، المره دي في الكوت ديفوار بيخرجوا كمان من الدور الاول، عشان تثار عاصفه من الاتهامات والمشاكل مع جمال بالماضي. اللي الاعلام الجزائري ويمكن حتى مسؤول اتحاد الكره في الجزائر، المساله فيها شبه محاكمات اعلاميه وتبادل اتهامات وكثير من التحامل على جمال بالماضي وتجربته. الاتحاد الجزائري كان اتجه انه يشكره على ما قدم ويتجه يختار البديل. هل جمال بالماضي سيترك بالفعل محارب الصحراء؟ هل هو اللي هيدفع الفاتورة عن خروج المنتخب الجزائري الشقيق؟ معنا من الجزائر الزميل خالد معزوزي الإعلامي بقناة الجزائر الدولية. أستاذ خالد أهلا بيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. أهلا أستاذ إبراهيم، تحية لك وللأستاذ عادل ولكل القائمين على قناة الأهلي ومتابعيها والإخوة الأعزاء في مصر. يسعدنا دائما التواصل معاك والاطمئنان على المنتخب الشقيق. قل لي ايه سبب الخروج بشكل مباشر كرؤيه اعلاميه يا استاذ خالد؟ سبب الخروج اعتقد ان الامر فني بحت، لان الظروف يعني بعيدا عن ميدان كره القدم، كل الظروف كانت مواتيه للمنتخب الجزائري ليقدم دوره في المستوى، يعني من الناحيه الاداريه، من الناحيه من ناحيه التحضير ايضا لهذا الموعد، كل الظروف وفرت لهذا المنتخب، يعني طائره خاصه، فندق خاص على قرب الملعب، ملعب السلام هناك في بواكي، حتى من ناحيه التعداد ايضا من الناحيه الفنيه المنتخب مدجج بعناصر في المستوى، يعني التركيبه البشريه للمنتخب الجزائري متميزه يتمناها اي مدرب في العالم، ولهذا اعتقد ان الخلل فني بحت، ومن الناحيه الذهنيه ايضا هناك خلل ما على مستوى منظومه المنتخب الجزائري. اعتقد بان جمال بالماضي لم يوفق في خياراته، اي نعم لا يمكن ان نحمل المسؤوليه كلها لجمال بالماضي، ولكنه للاسف يتحمل جزء كبير من هذا الفشل الذي بدت بوادره منذ فتره طويله. استاذ ابراهيم نقولها بصراحه، لان المنتخب لم يعد يقنع حتى امام منتخبات مجهريه، مع كل احتراماتي طبعا لمنتخبات مثل النيجر التي فزنا عليها في اخر لحظات في تصفيات الكان، ايضا في تصفيات المونديال المنتخب الجزائري عانى امام الصومال في ملعب نيلسون مانديلا في بلاقي في العاصمه الجزائريه. اعتقد انه كان هناك خلل او ما يسمى بالافلاس التكتيكي وغياب الحلول التكتيكيه، ولتوظيف كل هذا الكم من النجوم واللاعبين المتميزين في منظومه المنتخب، للاسف اشد المتشائمين لم يكن يتوقع خروج الجزائر بهذا الشكل. نعم لم نكن ربما مرشحين للتتويج، ولكن ان تخرج امام موريتانيا وانت بحاجه فقط الى نقطه، اعتقد ان الامر خيبه كبيره وكبيره جدا بالنسبه لي الجماهير الرياضيه الجزائريه. اللي حضرتك انا عادل القيعي سؤالين. هبدا بسؤال ربما يترتب عليه سؤال اخر. تركيبه الجزائر هذه المره كان يغلب عليها المحليين ام ايضا يغلب عليها المحترفون في الخارج؟ كالعادة أستاذ عدلي المحترفون هم يشكلون يعني الغالبية العظمى لتعداد المنتخب الجزائري، هناك اعتماد بشكل كبير جدا على اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية وحتى الدوريات العربية مقارنة بالدوريات الدوري الجزائري، ولكن هناك أيضا لاعبون محترفون جزائريون تخرجوا من الدوري الجزائري على غرار إسلام سليماني، يوسف بليلي، بغداد بونجاح، ولو ان بليلي عادل المولودية هذا الموسم ولكن لعب كثيرا في الخارج، هناك ايضا رامي بن سبعيني، يوسف عطال، يعني يعرفون الاجواء الافريقيه، الاجواء الجزائريه، وحتى عندهم خبره، حتى المحترفون استاذ عدلي عندهم خبره كبيره معها. لا انا لا اقصد عنصر الخبره، انا بسال السؤال ده لان في قضيه دائما تثار، افتحوا الابواب للاحتراف بالخارج عشان ترتفع مستويات الداخل، وأنا ليا رأي فيها بس عايز أسمع رأيك. هل فعلا الاعتماد على المحترفون في الخارج أو كثرة المحترفون بالخارج بترفع مستوى المنتخبات الوطنية، ولا أحيانا أو غالبا كما أرى أنا أن الاعتماد على المحليين ربما يحقق مزيد من الانسجام والدوافع؟ كيف ترى هذا الأمر؟
أعتقد أن الأمر المثالي هو المزج بين أفضل المحليين المتعودين على المشاركة في المنافسات القارية مع أفضل المحترفين، يعني لا نجلب محترف لمجرد أنه يلعب خارج حدود الوطن، يعني لازم تكون هناك معايير اختيار مميزة. مثلا عدة لاعبين من اتحاد الجزائر وشباب لوزداد يشاركون ويحتكون بأفضل الأندية الإفريقية على غير الأهلي المصري ماميلودي ساون داونز وغيرها، يعني يشاركون يحتكون بالمستوى العالي. من الجيد أن يتم مزجهم مع المحترفين، أفضل المحترفين. الخيار يجب أن يكون فني وليس أن تكون يعني تكون هناك متابعة للمستويات. أعتقد أن الأمر عادي جدا، مثلا المنتخب الجزائري بتشكيلة معظمها من المحترفين نال اللقب الإفريقي في النصر. الأمر ليس هناك قاعدة، أعتقد أن الأحسن هو من يستحق مهما كان البلد الذي يلعب فيه، يلعب في الهند، في الجزائر، في أي بلد في العالم. المهم أن تكون هناك متابعة من طرف الناخب الجزائري، يجب أن يتابع اللاعبين، أن يقيم مستوياتهم رفقة كل الطاقم. ولهذا الأفضل في رأيي الشخصي يعني أستاذ عادل، أعتقد أنه المزيج هذا الخلط بين المحترفين والمحليين يعطيك خيارات أفضل، بروفايلات مختلفة ربما، يعني تبادل خبرات بينهم. ولو أن أعود وأقول بأن كل هؤلاء اللاعبين يشاركون في تصفية كأس إفريقيا، يلعبون مع المنتخب ويلعبون في إفريقيا، يعني مطالبين بأنهم يكونوا متأقلمين بالشكل اللازم مع المنتخب، مع الأجواء الإفريقية التي تلعب فيها المباريات، سواء دورات الكان، سواء تصفيات الكان، أو حتى تصفيات كأس العالم. يا أقود معلش يا أستاذ إبراهيم، سؤالي الآخر، ذكرت حضرتك أن كل أسباب الدعم وإراحة الفريق من طائرات خاصة لمعسكرات مميزة لأماكن مميزة راحة ورفاهة، هل هي لصالح إطلاق أو إحساس اللاعب بالمسؤولية، أم أحيانا خشونة وبعض الصعاب قد تؤدي إلى تركيز حقيقي؟ أنت شايف إيه؟ إن أنا أوفر لبن العصفور ولا لابد من بعض المعاناة حتى مش المعاناة يعني إن الحياة تبقى في سياق عدم الرفاهة المطلقة يعني؟ لا، لأنه توفير هذه الظروف أستاذ عادلي يأتي في إطار يعني عدم إيجاد ذريعة للفشل، لأنه اللاعب لما يوضع في ظروف مريحة، نعرف أن الظروف صعبة نوعا ما في إفريقيا مختلفة عن شمال إفريقيا، بدليل أن المنتخب الجزائري تاريخيا فاز فقط في شمال إفريقيا، يعني فاز في الجزائر وفي مصر، كنتم كما تقولوا وش تساعد علينا، الحمد لله. على كل حال يعني تاريخيا المنتخب الجزائري يجد كل الصعوبات لما يلعب بعيدا عن شمال إفريقيا، ولهذا لتدارك هذه الصعوبات يتم توفير كل الظروف الملائمة من أكل، من يعني المنتخب الجزائري تقريبا نقل سيدي موسى، مركز سيدي موسى إلى كوت ديفوار من خلال غرفة لكل لاعب، ظروف مهيئة، طباخ المنتخب كان معهم، يعني حتى الأكل، حتى ظروف الراحة كلها متوفرة. والجديد بالذكر في دورة كوت ديفوار أن الأرضيات أيضا التي تحججنا بسوئها في دورة الكاميرون، يعني ملعب جاكوما الذي كان احتضن مباريات الجزائر في دورة الكاميرون، الأرضيات في بواكي كانت ممتازة جدا للأمانة، يعني من أسباب ارتفاع المستوى في هذه النسخة 34 لكأس الأمم الإفريقية، الأرضيات الجيدة جدا في هناك في كوت ديفوار في معظم الملاعب، ولهذا كل يعني كل شيء كان جاهز، حتى توقيت المباريات ما عدا مباراة بوركينا فاسو التي لعبت في الظهيرة، ولكن لعبنا في الليل مع أنغولا، لعبنا في الليل مع موريتانيا. والله يعني هذا ما يجعل حلقة الخروج أصعب، يعني في كل شيء كان محضر، حتى من ناحية التشكيلة، اكتمال التشكيلة، تحضير في أفضل الظروف في توغو، يعني للتأقلم مع الأجواء الإفريقية، لعبنا مع توغو وبوراندي، فزنا بالثلاثية برباعية في اكتمال التعداد، ما عدا إصابة غويري في آخر لحظة وإصابة بن ناصر بعد المباراة الأولى، التعداد كان مكتمل. ولو أن بالماضي يلام أيضا على عدم تعويض غويري، لم أفهم سبب الذهاب إلى كوت ديفوار بأربعة حراس مرمى مع عدم تعويض المهاجم لامين غويري، يعني اللاعب المتميز في الخط الأمامي، اكتفينا فقط بسليماني كبديل، سليماني بعيد عن المنافسة منذ نوفمبر 2023، يعني منذ آخر مواجهة لعبها في مع الفريق البرازيلي سقط إلى القسم الثاني، لم يلعب كثيرا، نقص منافسة، على غرار أيضا يوسف عطال قضيته في فرنسا يعني أثرت أيضا عليه، لم يتم انتقاء اللاعبين الذين يعتبرون الأجهز، ولهذا
اعود واقول بانه للاسف ورغم يعني شخصيا حد جمال بالماضي كنت اتمنى انه يكون مدرب المنتخب في المونديال المقبل، ولكن للاسف لم يوفق تماما. منذ ما بعد الكاميرون هناك تخبط على مستوى اداره المنتخب من الناحيه التكتيكيه، لم نشاهد الجديد في اداء المنتخب بصراحه. مثلا اعطيك مثال استاذ عدلي لو سمحت، في مباراة مصر الودية في أبو ظبي، يعني المنتخب المصري لعب تقريبا 70 دقيقة منقوص عدديا، المنتخب الجزائري لم يستغل ذلك النقص العددي، لم نشاهد يعني لمحات تكتيكية أو مواكبة تكتيكية لتلك المتغيرات في المباراة، ولهذا أعتقد بأن جمال بالماضي فشل للأسف في مهمته، بعدما نجح في 2019 فشل في 2022 فشل في 2024، ولهذا أعتقد بأن الطلاق بين الطرفين بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال بالماضي عادي وطبيعي وصحي وعادي جدا. استاذ خالد، هل اقصاء جمال بالماضي ده قرار نهائي؟ وهل بالفعل مسؤول اتحاد الكره الجزائري اتجهوا للتفاوض من قبل مع زين الدين زيدان ام من هو البديل؟ لا، بخصوص جمال بالماضي اعتقد بان بيان الفاصل استاذ ابراهيم يعني قطع الشك باليقين، هناك طلاق رسمي بين الاتحاد الجزائري وجمال بالماضي. في انتظار الصيغه هل سيتنازل بالماضي، يعني الاشكال في الامر انه وقع عقدا لمده 4 سنوات بدون اهداف، يعني لم يكن مطالبا بتحقيق هدف في كاس امم افريقيا، كان فقط مطالبا بالذهاب الى مونديال 2026 براتب ضخم، تعلمون جيدا قيمة العقد أعتقد 208,000 يورو، مش كده؟ بالضبط بالضبط بالضبط. هل هذا ثقة من الاتحاد بسهولة الفوز بكأس الأمم فاعتبروه أمر مفروغ منه ولا؟ لا لا، لأنه مش نفس رئيس الاتحاد لأمضى العقد، يعني الرئيس السابق هو لأمضى هذا العقد، ولهذا هناك جدل بخصوص هذه القضية. ولكن مهما كانت صيغة الطلاق هناك تفاصيل أخرى ستظهر في الأيام القليلة المقبلة، ولكن جمال بالماضي أكيد لن يدرب المنتخب الجزائري في على الأقل في السنتين المقبلتين، قد يعود في يوما ما بخبرات أكبر وب أفكار أخرى، ولكن حاليا جمال بالماضي أكيد لن يدرب الجزائر. بخصوص البديل، إشاعة زين الدين زيدان محض إشاعة، أقولها منذ البداية محض إشاعة، من المستحيل تقريبا أن يدرب زين الدين زيدان المنتخب الجزائري، هو عنده عروض أخرى طموحات ربما أكبر نوعا ما، ولهذا من الصعب جدا حتى من الناحية المالية. نتحدث عن راتب بالماضي، يعني راتب زيدان 5 مرات راتب بالماضي، احنا مش قادرين على بالماضي. لا لا، صعب جدا. ولكن هناك الحديث عن البديل المحتمل هو فايد يلوديش، منطقيا يعني حسب قراءتي للاحداث اعتقد بان فايد سيكون المدرب المقبل. هناك ايضا عن حديث عن كارلوس كيروش، في كل مره يتبادل يعود هذا الاسم بقوه لكل ما يكون هناك فراغ على مستوى الاداره الفنيه للمنتخب الجزائري، ولكن لحد الان هناك نوع من كما يقول يعني تعتيم على هذا الموضوع في انتظار الفصل في هذا الموضوع. يعني الاتحادية مطالبة باختيار مدرب مناسب يعرف افريقيا ويكون صارم ايضا ليتحكم في المجموعة، لانه تقريبا منتخبات شمال افريقيا دائما تحتاج الى مدرب صارم، لا يكون صديقا للاعبين بقدر ما يكون لا اقول ديكتاتوري، ولكن صعب الميراث مثل ما كان فايدا للوجيتش، كان متميز جدا من ناحية تسهيل المجموعة بدليل تحقيق نتائج مميزة ابرزها طبعا البلوغ الدور الثاني من مونديال البرازيل 2014. طب احنا هنا في الاهلي يهمنا كمان سؤالك عن الدوري الجزائري وموقف شباب بلوزداد اللي هيلتقيه الاهلي يوم 16 فبراير عندكم، اخبار شباب بلوزداد ايه والدوري رجع ولا لا؟ المنتخب اكيد اكيد شباب بلوزداد بصدد اجراء المباريات المتاخره، هو يفوز يحقق سلسله انتصارات، يعني شباب بلوزداد اعتقد انه جاهز للمنافسه بدليل المباراه الكبيره اللي اداها في القاهره امام الاهلي المصري. هو بفضل اي نعم متاخر نوعا ما عن الرائد مولوديه الجزائر، ولكنه هذا الموسم اعتقد ان شباب بلوزداد سيركز اكثر على المنافسه الافريقيه بعد تحقيق لقب الدوري الجزائري لاربع مرات على التوالي. شباب بلوزداد بعناصر الخبره لما استقدم بن عياده رئيس وهاب بنبلحي في الحراسه، هناك ايضا عدلان كديوره، وان لم يكن في أتم الجاهزية ولكنه بعامل الخبرة قد يدخل في المرحلة الثانية. أعتقد أن مواجهة الفريقين في ملعب 5 جويلية في العاصمة أو ملعب نيلسون مانديلا، لا أدري أين ستلعب المباراة بعد، لم يتم تحديد الملعب، ولو أنها ستلعب بنسبة كبيرة في ملعب 5 جويلية أعتقد بأن المباراة ستكون مفصلية ومغايرة لمعطيات مباراة الذهاب التي ربما شباب بلوزداد قد يندم فيها على تضييع تلك الفرصة الأخيرة من بوسوف. يعني في نهاية المباراة كان يمكن أن شباب بلوزداد يعود بالفوز
امام الاهلي المصري، ولكن مباراه العوده بين الفريقين اكيد ستكون بمثابه نهائي المجموعه ومحوريه مفصليه لعبور التاهل للدور المقبل. الدوري استوقف في الجزائر ولا لا زال متوقف لما بعد الكان؟ الدوري اصلا لم يتوقف استاذ، يعني لم يتوقف اكيد لم يتوقف، لان معظم اللاعبين خارج الجزائر، يعني فقط كان هناك ثنائي اتحاد الجزائر بن بوطو وبن عيد، وبقيه اللاعبين يعني كلهم من خارج الوطن، ولهذا الامر يعني كان لم يؤثر على سير الدوري المحلي، وبالتالي المنافسه متواصله، لم يكن هناك توقف، بالعكس شباب بلوزداد استغل هذه الفتره لتسويه الرزنامة ولعب عده مباريات متاخره، لم يلحق بعد بمولوديه الجزائر، ولكنه ينافس، اكيد سيكون منافسا على لقب الدوري وربما على لقب دوري ابطال افريقيا. هل دعم شباب بلوزداد صفوفه في القيد الشتوي باي من اللاعبين قبل لقاء الاهلي؟ هو استخدم اللاعب نوف الخاسف الظهير الايسر اللي كان في الدوري الجزائري من قبل مع نصر حسين داي، ثم احترف في البرتغال، عاد الان يدعم شباب بلوزداد. نوف الخاسف يلعب في الطاقه الايسر سواء كظهير او كجناح ايضا او في وسط الميدان، يعني لاعب متعدد المناصب بعد تجربه احترافيه لم تكن بالناجحه هناك في البرتغال، ولكنه عاد الى الدوري المحلي من بوابه شباب بلوزداد. هناك ايضا حديث في شباب بلوزداد لم ينوي بعد الميركاتو، ولهذا هو بصدد البحث عن عناصر مميزه قد تشكل دعما قويا، يعني الاستحقاقات المقبله سيكون فيها بحاجه الى تدعيمات اكبر شباب بلوزداد، ولو انه يملك تعداد حاليا تعداد مميز قد يصنع به فارس كما قلت لك في محليا وقاريا ايضا. استاذ خالد سعداء جدا بالتواصل معك وشكرا جزيلا ليك. شكرا لكم استاذ ابراهيم استاذ عدلي، وتحيه لكل الشعب المصري الحبيب. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للإعلامي الجزائري المتميز خالد معزوزي. الحقيقة يعني جمال بالماضي قال لك هو طلاق بائن بينه وبين المنتخب، وأزمة على الشرط الجزائي لأنه عقده ياخده لنهايته 4 سنين، ما هو هنا 208 ألف يورو. الدروس المستفادة إيه يا أستاذ إبراهيم؟ مهما كان النجاح